بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنكمل مع بعض إن شاء الله الكورس بتاعنا، وإن شاء الله درس النهاردة هنتكلم عن المطويات والبروشورات والإعلانات بوجه عام المطبوعة. في البداية طبعا زي ما قلنا إحنا هنتكلم عن تكنيك، إنما التصميم ده هسيبه لكم. يلا بسم الله نبدأ إن شاء الله. أول حاجة طبعا أنا لو عايز أعمل مطوية زي دي، يعني مثلا هتكون المطوية عندي 4 أجزاء أو هتتني 4 مرات زي ما احنا شايفين. ايه هي الأسس اللي أنا لازم أخد بالي منها وأنا شغال؟ أول حاجة طبعا لازم أخلي بالي من الهوا مش بتاعي، لازم المقاسات بتاعي تبقى سليمة، لازم الكالر مود بتاعي يبقى تمام. طب ازاي كل ده؟ طبعا احنا قلنا في الشغل التجاري بتاعنا لما بنيجي نشتغل نعمل الكالر مود بتاعنا دايما سي ام واي كي. اهم حاجة عندي بقى في المطويات دي ايه؟ اهم حاجة عندي المقاس. هي انتوا لو جيتوا تبصوا لها شغل الدعاية والاعلان كله عبارة عن شغل مقاسات، بمعنى ان انا لو مقاسي مظبوط ومظبط شغلي صح ومقاساتي صح هيطلع ان شاء الله الشغل بتاعي كويس، انما لو المقاسات بتاعي مش مظبوطة هتلاقي الشغل بتاعي كله مش كويس وكله بايظ. ازاي بقى؟ انا عندي مطوية، المطوية دي 4 اجزاء. طبعا العادي بتاعي ان لازم ال4 اجزاء يبقوا قد بعض، بحيث لما اجي اتني المطوية بتاعتي او اقفلها يبقى مفيش جزء اكبر من جزء. تمام، يبقى احنا كده متفقين على الجزئية دي. على الاساس ده هنعمل كل الشغل بتاع المطبوعات بتاعنا في البروشورات والمطويات. ازاي؟ مثلا انا عندي مطوية 4 اجزاء زي دي، انا عايز اعملها، بعملها ازاي؟ بقول له على نيو، ولتكن مثلا المطوية بتاعتي دي هخلي العرض بتاعها 40 سنتي وهخلي الطول بتاعها 20 سنتي، طبعا الريزولوشن بتاعي 300، الكالر مود بتاعي سي ام واي كي، واقول له انتر. كده فتحت معايا مساحة العمل بتاعي، هي دي المطوية بتاعي اللي انا هشتغل عليها. طيب اول حاجة هعملها ايه؟ زي ما اتعلمنا هخش على فيو اقول له نيو جراد واعمل الهوامش بتاعي 3/10 بتاعي، بعمل الهوامش بتاعي من كل اتجاه 0.3، وانا عندي الطول بتاعي 20، ده هشتغل على الهيروزنتال 20، طرحنا منها 3 هيبقى 19.7، وبعد كده نخش على فيو تاني نيو جايد، هشتغل على الفيرتيكال، هنا عندي العرض 40 هنبقى 39.7. بعد كده بقى هقسم المطوية بتاعتي على 4 أجزاء متساوية. أنا عندي هنا العرض 40 سنتي، يبقى أنا هشتغل على 10 سنتي vertical، نيو 20، نيو 30، يبقى أنا كده قسمت مساحة العمل بتاعي صح. يبقى أنا كده ال4 أجزاء قد بعض أقدر أشتغل المطوية بتاعي. في ملحوظة بقى صغيرة، أنا لو هشتغل عربي طبعا هيبقى ده الوجه بتاع المطوية بتاعي، انما لو هشتغل انجليش هتبقى المطوية بتاعي بادئة من هنا، وهنتكلم عن الترتيب في الاخر ان شاء الله. او تعالوا نقوله يلا دلوقتي، انا عندي هنا لو بصينا على المطوية بتاعي انا بادئها من هنا، يبقى انا دي رقم 1 عندي. يبقى انا لو جيت رقم اعمل تكست اقوله 1، يبقى انا ده رقم 1 عندي في المطوية. طيب انا عايز اخد الاول، عايز اعمل الظهر بتاع المطوية دي، بعمله ازاي؟ نقفل دي، بعمل من نفس المطوية دي ممكن اقوم اعمل من image اعمل duplicate، اخد منها duplicate وبمسح بقى كل الكلام ده، بمسح كل اللي على الوجه ده، delete 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 delete. تمام كده لحد ما بتبقى عندي بالشكل ده، يبقى انا كده ظهر المطوية بتاعي تمام مفيهوش اي مشكلة. يبقى انا عندي هنا في الترقيم بتاعي، طبعا ياريت تجيبوا ورقة وقلم وتجيبوا ورقة وتقسموها 4 اجزاء علشان تفهموا معايا الترقيم ماشي ازاي. انا عندي هنا رقم 1، لما حاجة افتح هفتح من هنا، يبقى دي في ظهرها رقم 2. طب رقم 2 هنا فين؟ رقم 2 في ظهر المطوية هيبقى هنا،
هتبقى هنا رقم 2، 2 مش تعالي هنا 3، رقم 2 يبقى دي رقم 2، دي رقم 3، بكمل عادي رقم 4 وباخد منها كوبي تاني، يبقى دي كمان رقم 5. وبعد كده بلف المطوية بتاعي برجع للوش تاني، بيبقى هنا رقم 6 و7 و8. فانتوا كده اظن ان باين جدا ان الشغل ده شغل عملية حسابية. انا قاعد برتب ارقام وقاعد برتب مقاسات، ولازم المقاسات بتاعتي تبقى مظبوطة، لان ما ينفعش جزء يبقى اصغر من جزء او اكبر من جزء الا لو انا قصده في حاجة في التصميم. ممكن يبقى جزء اصغر من جزء، في بيبقى انا مجهز التصميم بتاعي لحاجة معينة، هعمله حاجة اسمها دايكات او هعمله حاجة اسمها تكسير، بيبقى انا عارف انا بعمل ده ليه. انما كشغل ستاندرد عادي، الشغل العادي بتاعنا كله بيشتغل بالاسلوب ده. وطبعا لازم الشغل ده لما تعمله تجهزه الاول على ورقة، تبقى عارف انت شغال ازاي، تبقى عارف في النهاية هيطلع معاك شكلها ايه، بحيث ما تصدمش في الاخر يطلع في حاجة غلط ما تضطرش تعيد تاني الشغل بتاعك. يبقى انا كده فهمت ان ده رقم 1، والظهر بتاعي هيبقى ظهرها كده 2 3 4 5. وبعد كده بلف الخمسة دي بيطلع معايا اللي هي رقم 6 7 8، يبقى دي الصفحة الأولى واللي جنبها الصفحة الأخيرة. طيب دي لو كانت المطوية 4. طب لو كانت المطوية مثلا، أو بعمل نشرة من جزئين، بعملها زي بعمل نيو مثلا، هخلي النشرة بتاعي 20 20 في 20، وأقول له أوكي. يبقى أنا هعمل ايه دلوقتي؟ يبقى أنا هخش على الجايد بتاعي، هعمل نفس اللي عملته وفي النص هعمل 10. يبقى انا كده قسمت المطوية بتاعي لجزئين بس. طب لو عايز المطوية بتاعي 3 اجزاء، يبقى انا هعدل عندي هنا في المقاس بتاعي، هخلي ال20 دي 30، وبعد كده هغير في الجايد بتاعي هقول له 10 واقول له 20. يبقى انا كده عندي 3 مطوية من 3 اجزاء، كل جزء 10 سنتي. وطبعا المقاس ده مش مقاس ستاندرد عادي، ده حاجة ترجع لك انت. ممكن اخلي المقاس بتاعها 20، ممكن اخلي المقاس بتاعها 7، ممكن اخلي 8، اهم حاجة يبقى كله قد بعضه، ما يبقاش جزء اصغر من جزء. تمام، هي دي الفكرة الاساسية بتاعت المطويات والبروشورات وبتاعت اي حاجة بتتني، يعني بتتني من اكتر من جزء. الفكرة بسيطة جدا زي ما احنا شايفين، وترتيبها مفيش اسهل منه. في ناس مستصعباها كتير، انا شايف انها بسيطة جدا. في حاجة صغيرة بقى كمان، انا لما باجي اشتغل التصميم بتاعي بحاول دايما اشتغل بعيد عن الخط اللي انا باتني منه، يعني مثلا بحاول اسيب فراغ كده، ببقى واخد بالي او سايب مساحة برضو عشان ما زنقش على نفسي قوي، او ما يبقاش ايه، يبقى الكلام بتاعي جاي بالظبط عليها، وبعدين لما اجي يتني الكلام او لما تيجي تتني المطوية الاقي الكلام بتاعي متني معاها. احاول دايما يبقى اظبطها، مش هقول لك سيب مسافات، بس حاول دايما تبقى انت مظبطها بنظرك انت، اتعود دايما بالنظر تبقى شايف انت بتعمل ايه. وطبعا بالممارسة ان شاء الله كله بيبقى سهل بعد كده. طبعا كلنا في البدايات كنا خايفين قوي من الموضوع ده، بس طالما انت شغال على اسس وماشي صح ان شاء الله ما تقلقش. ونعيد تاني النقاط الأساسية، إن أنا بشتغل المقاس بتاعي بالسنتي، لازم المقاس بتاعي يبقى مظبوط عشان أعرف أقسمه، وطبعا لازم يبقى عدد زوجي علشان أعرف أقسمه على أي وجه أو على أي عدد من الأوجه. طبعا الكالر مود بتاعي سي ام واي كي، الهوامش بتاعي لازم أسيبها 3 من 10، وطبعا إذا زادت بيبقى أفضل طبعا نص سنتي، ممكن معاك لو ينفع تسيب سنتي سيب، يعني حسب الشغل بتاعك. في النهاية يا رب الدرس يكون واضح وسهل. تحياتي لكم، مصطفى مخرج.